الرب ينهضنا وينهض شعبه معانا اليوم. بنرحب بكل المشاهدين لبرنامج يعود فيحيينا من جمعية خلاص النفوس في بني سويف. بنرحب بكل مشاهدين قناة الكرمة اللي الرب مستخدمها معانا لتذيع كلمة الله للعالم كله العربي. بمجد الرب لأجل أخويا إيميل، الرجل الكارز المستخدم اللي على قلبه عمل الرب فعلا، وما عندوش حاجة تطلعات ولا عنده أي ميول غير أن يكرز ويعلم ويتكلم عن السيد اللي افتداه واشتراه عن كل لسان وشعبه وأمه، عشان الناس تقتني المعرفة الإلهية من خلال أخويا إيميل. بصلي دايما تشجيع وتجديد للرجل المتضع اللي لا يتوانى على أن يستخدم في كرم الرب، وحاسس بالناس زي سيده، قلبه مولع بإحساس الناس. بصلي لأجل أخويا بيتر، الشاب الجميل اللي مكرس حياته للرب وبيوازن بين عمل في الحياة وبين عمله في خدمة السيد، ورب مباركه في تسبيحات خاصة. حلقة مختلفة استخدم أخويا الأخ إيميل فيها، إن حاسس برعية الرب وحاسس بإن الرعية محتاجة كلمات خاصة وتشجيعات خاصة في الأيام الصعبة دي. لما أخويا إيميل بيقول لي أسر ثانوية عامة وشباب ثانوية عامة وشباب مرضى، ده واحد مش جاي كده وبس مرادات خاطر ولا حلقة بتترتب، لا، ده جاي عشان أحشاء السيد تظهر ومجد السيد. فبقول له يا أخي إيميل، أنا ما استحقش إن أنا شخصيا أكون موجود، أنا اللي محتاج اللي يتصلى من أجلي، لكن بشكر الرب لأن الرب مثقله في الحلقة ديت، والرب استخدم الفريق اللي معاه إن هم يتلقوا تليفونات وصلاة وطلبات صلاة لأسر ثانوية عامة وأسر مرضى وأسر منفصلة وأسر محتاجة. عشان كده الحلقة دي هتكون مختلفة، هنشوف فيها اختبار الرب، وإحنا هنشوف مع أخواتنا المشاهدين، وهنشوف مع أخواتنا المصليين اللي قاعدين في الصغر لأجلنا، لأن إحنا أمام جبهة محتاجة إن إخواتنا المصليين يقفوا معانا فيها، يشددونا ويشجعونا عشان يعلن اسم الرب بصورة واضحة. وعشان كده احنا واثقين ان الرب هيتمجد، واثقين ان حضور الرب على اخويا إيميل وان يقوده بسهام مدوية توصل من عبر الاقمار الصناعية للعالم كله للنفوس، توصل بقوة خاصة تخترق اعماق جديدة، ويقود الرب اخويا بيتر في تسبيحات خاصة. عشان كده قبل ما اطلق وسيب الكلام لاخويا إيميل، هنقرا جزء من لوقا 11، وبعد كده اخويا بيتر يقودنا في تسبيحات خاصه وصلوات خاصه. لوقا 11 وعدد 1: واذ كان يصلي في موضع لما فرغ، قال واحد من تلاميذه: يا رب علمنا ان نصلي كما علم يوحنا ايضا تلاميذه. فقال لهم: متى صليتم؟ فقولوا: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كففنا، أعطينا كل اليوم كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. مين؟ أمين 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 أمين. أبانا الذي في السماء، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء
كذلك على الأرض، وخبزنا كفافنا أعطينا في أيامنا، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا، لا تدخلنا في تجربة بل نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد من الأزل إلى الأبد. رب حنان ورحيم، الرب طويل الروح، الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، ومراحمك على كل أعمالك، يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك، يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك، بمجد ملكك ينطقون، بجبروتك يتكلمون، ملكك ملك كل الدور، وسلطانك في كل دور فدور، دور فدور، كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور، دور فدور، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، ومراحمك على كل أعمالك. الرب صالح للكل، الرب صالح للكل، نقدر نقول الأحداث الرب صالح للكل، ولتكن مشيئتك في أحداث ثانوية عامة دي. أنا بقدم المجد والكرامة والسجود والشكر للرب مع حضراتكم، وبشكرك جدا يا أخي باسم، في كل مرة بتقدمني أو بتقدم الأخ بيتر بتقدمنا وأنت بتختفي من المشهد، لكن هو الحقيقة أن أنت أخ أكبر وأخ قلبه مليان بطيبة الرب وبأحشاء كرازية حقيقية، ويقينا انت بتحب الرب محبة متميزة، وبتحب تقدم اخواتك، يعني في كل مرة بتنسب وكأني انا اللي يعني
اللي لا 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 الله يبارك دي الحقيقة لكن هي الحقيقة مش بتضع دي الحقيقة انت لا مشجع لا كبير لا لا وانك انت اخ فاضل كبير انا بشهد قدام الرب واخ نبيل القلب إيه؟ واخ متواضع داخليا لا 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 وحبوب للرب وبتحب إيه؟ الرب وبتأملك مع اخونا بيتر الجميل والمرنم المتميز متميز خاص كمان تميز خاص جدا الرب يحميه ويصونه يا رب أنا وقفت قدام الرب امبارح وأول امبارح وسألت قلت له يا رب احنا مفروض جايين نصلي مع الناس هل جايين نصلي لأجل الناس عشان احنا أعلى من الناس؟ لا فكانت الإجابة من الروح القدس ومن ضمير المسكين كلنا في الموازين إلى فوق فقبل ما الناس تكون محتاجة احنا محتاجين عشان كده الرب قدني ان انا اطلب من اللي واقفين في الصخر ايوه يصلوا لاجلنا ولاجل ولشعب الرب كله عليه حروب يا اخي بس كله عليه حروب وعليه ضغوط الخدام عليها حروب والاسر عليها حروب ايوه انت عليك حرووب ايوه بيتر عليه حروب انا عليا حروب ايوه والرب وحده يعرف ايه اللي بنمر بيه مثلا يا ترى انا برر بايه امبارح اول امبارح الاسبوع اللي فات انت اخونا بيتر فكلنا في الموازين الى فوق بس النهارده احنا جايين نستخبى في نعمه الرب جايين كلنا مع اول صوت يطلع مننا ابانا وانا ما قدرتش اني اصليها بصوت عالي لكن قلبيا كنت بقول له انت النهارده اب يتحنن على الكل على الكبير صغير على الولد على البنت على ثانويه عامه على المريض على المصدوم على المكسور على المنحني على الباكي على المجروح على المعزول على الوحيد على كل الحالات وعلى كل الاجناس طالب الرب لا يخزو فانا عايز اقف قدام كلمه ابانا النهارده الرب اب للكل واب حنين للكل واب في الحلقه دي نرفع من عليه اي ادانه من اي شخص من اي موقف الرب لا يدان لانه هو البار والرب لا يدان لانه هو الحنان والرب لا يدان لانه ابو الكل والرب لا يدان لانه عطوف ومليان بالحب ناحيه كل واحد واحده فينا فعايز اركز على ابانا واصلي للحلقه دي يعني احضان الاب تحتضن الكل كل مشاهد ومشاهده كل مظلوم وكل مكسور وكل موجوع وكل منحني كل مطرود وكل اسره اتألمت ابانا 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 تتحنن في الحلقه دي ابانا ترق في الحلقه دي ابانا تتعطف ابانا تشفق ابانا تخرج ابانا تمسح دموع ابانا تداوي دواخل وتداوي قلوب يا ابانا يا ابانا يا ابانا يا ابانا اظهر النهارده طبيعه ابوتك اللي فوق الحدود بالوصف او بالكلام او بالصلوات او بالترنيمات النهارده بناكدك في الحلقه انت ابونا ومناش غيرك انت ابونا وعيون الكل عليك يا رب انت ابونا اللي تظهر في المشهد وتقول انك ثابت وانك حبك حب واعي مش حب عاطفي رايح جاي لكن مليان بالحب الواعي اللي يداوي ويبرق ابانا 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 اظهر ابوتك في الحلقه دي للكل يا رب اظهر ابوتك بشكل جارف عظيم خلي النهارده ابوتك تداوي وتشفي وتتحنن يا رب خلي ابوتك النهارده تخترق كل السدود وكل الموانع خلي الحلقه دي يا رب حضورك يكون مفعم يملى الاستوديو يا رب خلي حضورك النهارده يرفع كل خداع العدو يشيل كل المنظورات وكل المشاهد الغامقه اللي بيحطها ابليس بالعيان لتسقط المشاهد الغامقه
ويعلن اسم ربنا يسوع المسيح. يا أبانا يا أبانا يا أبانا يا أبو المراحم، تحنن يا رب، تحنن يا رب. طلبناك في الحلقة دي تتحنن يا رب، طلبناك في الحلقة دي كمسيرة ربنا يسوع لما رأى الجموع تحنن، لما رأى الأرملة تحنن، لما رأى تشتيت الجموع تحنن، لما رأى ظلم طلبة وطالبات تحنن، لما رأى أسر تألمت وتوجعت من مرض من نتيجة ثانوية عامة، يقينا تتحنن يا أبونا يا أبو المراحم. أخي باسم، أنا مع أبانا الذي في صوت شدني في قلبي، أنا بأكد أبوتي في الحلقة دي. هو الرب بيقول كده، أنا بأكد أبوتي. وكل المشاهد المصنوعة والموجودة والعيانية باسم المسيح تسقط بحبه، حبه الجارف الأقوى من كل المشاهد دي. وتشديد كمان نجينا من الشرير، نجينا من الشرير. وبسأل السؤال الخطير، ماذا يصنع الشرير الأيام دي؟ قبل ما يوجه لك أنت حرب، أخي بيتر حرب وأنا حرب، الأسر لطلبة الطالبات، هو بيوجه حرب للرب شخصيا. أكتر أيام فيها إدانة الرب، ملامة الرب من الكل. الشرير الأيام دي مش عايز أقول ناجح، لأنه لا ينجح باسم المسيح، لكن كل سعيه وكل خداعه إدانة الرب قدام العيون. طالب يقول لك أنا طلبته وما لقيتهوش، أم تقول لك أنا توسلت للرب وما ادانيش، بنت تقول لك أنا يعني كنت عشمانة في ربنا وكسر بخاطري. ممكن دي مشاعر إنسانية، بس إبليس سهران عليها، عايز يدعمها في قلوبنا إن الرب لا يسمع، إن الرب لا يلاحظ، إن ربنا مش في المشهد، إن ربنا مش موجود، إن ربنا مش دريان، إن إحنا بنتكلم الهوى. فدي أيام، أيام إدانة، إدانة حبه ورحمته ونعمته. لكن أصلي النهاردة نجينا من الشرير، نجينا من الشرير. من يومين وأنا استأذنت من الطلبتين دول، طلبتين إخوات توأم، واحدة جابت 58% والتانية 61%، وللأسف الشديد تم طردهم من البيت على النتيجة دي. طردوا من بيتهم وقعدوا ليلة خارج البيت. فالبنتين قالوا بلسان واحد، هو فين ربنا؟ فين ربنا؟ أسهل كلمة تتقال دلوقتي، فين ربنا؟ فكانت إجابتي البسيطة، أنا العبث والعدم. ما فيش حد عنده إجابة غير قلب الرب لقلب الإنسان. مهما تكلمنا مش هيوفي أبدا، لازم قلبي يروح ناحيته وقول له أنت فين؟ فقبل أي حاجة النهاردة في الحلقة دي، أنا عايز أسأله، بس مش سؤال الإدانة، أنا عايز أسأله سؤال الحب. أنت موجود في المشهد ولا غايب؟ وسيب قلبه يجاوب قلبي. الكلام ده لما يكون في علاقة. أيوة، ما هنوقف دلوقتي على أشكرك للكلام ده. أشكرك يا أخي باسم. واحدة من ضمن عمل الشرير إنه ممكن يخلي واحد حياته بعيد عن ربنا، طالب أو أسرة لثانوية عامة، وما طلبناش الرب وجينا قبل الامتحانات بأيام بسيطة جدا، أسبوع شهر، ابتدينا نقول للرب محتاجي لك. وحصل مثلا، أو أروح لحد بيصلي أقول له صلي لي أنا داخل على الامتحان اكشف لي. كتير طب كتير حصل كده. واكشف لي طب اللي هيجي في الامتحان ايه؟ السؤال، السؤال هو المشهد ده كان المفروض يتم مع ربنا بالطريقة دي. يعني قبل ما أوقف ربنا في مشهد إدانة وأقول له أنت كنت فين وبتعمل إيه؟ المفروض أوقف نفسي أنا، أنا أنا كطالب أو كأسرة، هو فين ربنا من حياتي؟ هو فين ربنا من سنيننا؟ هو فين ربنا من قلوبنا؟ هو فين ربنا من أيامنا؟ أنا أؤمن إيمان كامل إن أي أسرة، أي أسرة وأي شاب لو مسك في الرب مسكة متينة، مش هقولك بقى نتيجته تبقى إيه، لكن أنا أؤمن على الدوام إن النجاح هيبقى صاحبه بنسبة 100%. البنتين قالوا حاجة امبارح، وحتى الفشل هيبقى، وحتى السقوط هيبقى ما دام سلم للرب بمشيئة الرب. طبعا، وده نجاح في حد ذاته. ما ده نجاح. يعني البنتين قالوا حاجة يا أخي باسم، قالوا احنا ما غشناش زي اللي غشوا،
وما سمعناش زي اللي سمعوا. غيرنا غش ونجح. احنا ما غشناش وتكون هي دي النتيجة. فانا كان كلامي ببساطة شديدة وده لا مؤاخذة يعني مش قيمه غابت. كونكم انتوا رفضتوا تغشوا ورفضتوا تكونوا زي غيركم تنجحوا بالوسيلة دي وبالطريقة دي، ده النجاح بعينه. النجاح مش بنسبة. النجاح مش درجة في ثانوية عامة. النجاح ان انا قدام نفسي رفضت شيء متعاش في الدنيا كأنه منظومة بقت. كون رفضت الغش، كون رفضت اكون زي غيرك، رفضت الامور اللي ابليس بيعرضها على الناس دلوقتي وبتعتبرها طبيعية، ده نجاح. انا اقول لك حاجة خطيرة جدا. عندنا طالب في اسيوط مسكين، مين اللي غشه السنة اللي فاتت ودخل طب؟ امشي السيناريو ده معايا. دخل معاك. طب السنة دي نزل في اولى طب. يعني هو نجح في ثانوية عامة بالغش. نجح في ثانوية عامة بالنسبة بالغش. بص للغير سقفنا. نجح وفي اولى طب سقط. يبقى الحقيقة بتاعته بانت. السؤال بقى، اي نجاح ده؟ ده فشل. وحاجة غريبة جدا ان كان في طالب واخذ نتيجة وحشة السنة اللي فاتت ونجح السنة دي وهيدخل طب. في اولى طب السنة دي هيتقابلوا الاثنين مع بعض. واحد دخل بالتزمير لنجاح حقيقي والتاني بيعيد بغش. سؤال بقى ونخلينا نكون عمليين، مين فيهم نجح النجاح العظيم؟ اللي عاد. لما يجي واحد يقول لك انا اتظلمت، غيري هيدخل طب وانا لا، غيري هيكون وانا لا، ما انت مش شايف السكه قدام. ما هو برضو هو انا هعرف ازاي مشيت ربنا؟ عشان عينينا قاصره اخي باسم. احنا عينينا على النهارده، عينينا على النسبه. بص عيني على النسبه، عيني على قيمتي في يوم ظهور ثانويه عامه، ودي كارثه مش حقيقه. قيمتي انا كام في الميه؟ ولما تبقى الاسر بتخدم على الامر ده وابليس بيخدم على المنظومه دي ان انا اساوي النسبه اللي هتيجي في يوم ظهور النتيجه في ثانويه عامه، بقت قيمتي مربوطه بده. فبقى الطالب لو خد مثلا 60% هو ده انا، 70% هو ده انا. لا، انت الطالب اللي رفضت الغش، انت الطالب اللي رفضت تكون زي غيرك، انت الطالب اللي نجحت قدام ربك ونجحت قدام نفسك، انت الطالب اللي في المستقبل هتكون راجل، انت الطالب اللي هينجح نجاح علمي ونجاح عملي ونجاح روحي. احنا مش واخدين بالنا من كده. احنا خدنا بالنا بس من النسبة. فلان دخل صيدلة، فلان دخل طب، فلان دخل اسنان، فلان دخل هندسة، وما خدناش بالنا طب وماذا بعد؟ ما ممكن يدخل هندسة ويدخل طب ويكمل ويبقى انسان، خلي بالك، وكزوج فاشل في الحياة. يتعامل مع زوجته، خد بالك من المنظومة اللي جاية، يتعامل مع زوجته غير مسؤول. لان كان ده في مدارس الميكروفونات كانت بتخدم على اللجان، على مسؤوليتي انا الخاصه، في مدارس الميكروفونات كانت بتخدم على اللجان. لما تنجح الطلبه دي يا اخ باسم وتدخل كليات القمه، السؤال يجي طلب او طالبه يقول لك طب ايه ذنبي انا؟ طب استنى، طب كم سنه وتشوف الحكم. هيدخل هندسه، هيدخل طب، هيدخل غيره. لو ما كانش نجاحه بنفسه ونجح بالغش ونجح بالسلبيه دي، واحد انشانا راجل غير مسؤول، انشانا زوج غير مسؤول، انشانا واحد مش هيعرف يكون مسؤول عن زوجته واولاده. وده هو الرسوب بعينه، ده رسب في الحياه العمليه، ده رسب في زمانه اللي جاي. والطالب اللي نزل في ثانويه عامه او خد نسبه قليله في ثانويه عامه، انتظروا ده لما يعتمد على الرب. خسر سنه، كسب كل العمر. احسن ما اكسب سنه واخسر العمر كله واطلع انسان مش مسؤول. بس انا اقول على حاجه يا خميل، احنا قدام دلوقتي حالات واقعيه. اتفضل. وقدام اسر واقعيه دلوقتي. فضل. دلوقتي احنا يعني الرب قيدنا ان احنا نعلن حقه ونعلن عن ان ان ان, إن في حلول. طبعا. اعرف ازاي مشيئه ربنا؟ طب اخي بس، وهل ثانويه عامه دلوقتي ونتيجتي انا جبت درجه قليله، هل ربنا هو اللي امر بكده؟ طيب عشان انا ابقى ما ارجع على ربنا اقول له انت فين؟ انت رحت فين؟ طيب وده كلام، ده كلام بيتقال دلوقتي. اشكرك.
قبل ما ندخل في طلبات الصلاة أنا رحيت التضرع كبير. أنا عايز أستفتش كم دايرة. الدايرة الأولى إن ربنا ليس بظالم. يعني أنا عبرانين 6 دي بتلمع كل الست أيام اللي فاتت والسبعة أيام. أنا ليس بظالم. أنا ليس بظالم. أي طالب بيقول عليا كده وأي طالبة في الحلقة دي قولوا بصوت عالي الله ليس بظالم. الأب السماوي ليس بظالم. الحقيقة الأكيدة الله ليس بظالم. رقم 2 أنا كشاب اعتمدت على نعمة الله وما عشتش اللي غيري بيعيشه حتى لو حصلت على نتيجة مش قد كده أنا بقولها له في الحلقة دي أنت نجحت وأسرتك اللي ربتك على رفض الأمور اللي بيعيشها المجتمع ده نجاح عظيم وفي المستقبل أنت راجل عظيم هتعيش مسؤول هتعيش مع زوجة ومع أولاد ناجح ورفع راسك. الدايرة الثالثة اللي عايز افتشها قيمتك مش ثانوية عامة ولا قيمتك الكلية اللي تدخلها. انا عايز اسأل حضرتك سؤال انت خدت كلية ايه؟ تجارة. بتشتغل بالتجارة حاليا ولا شغل تاني؟ لا شغل تاني. شغل تاني. انا في اتجاه تاني فتسعين في المية تمانين في المية خلينا اقول سبعين في المية من اللي اخدوا الشهادات في مجال تاني مختلف خالص. السؤال انت ناجح؟ يعني هو الرب اللي بينجح الطريق. انا هقول باتضاع على نعمه الله انا ناجح فيما اختاره الرب لي. انا ناجح فيما اختاره الرب لي. يعني ما تقولي طب انت اشتغلت بشغلك اشتغلت 5 سنين لكن ما اعطاني الرب من نجاح بعيد عن اللي انا كنت بخطط له انا اقدر ارفع ايدي واقول له هو ده النجاح بعينه. فالنجاح بعينه ان انا رفضت منظومه ماشيه فيها غش وفيها سلبيه. والنجاح بعينه ان انا مش ايه بعد ثانوية عامة؟ أنا مين بعد ثانوية عامة؟ أنا مين بعد ثانوية عامة؟ عايز افتش دايرة كمان. إن سيد الميدان دلوقتي إبليس اللي عمل ايه بقى؟ بص عمل ايه؟ اللي خلى شباب تنتحر بعد النتيجة. اللي خلى شباب تطرد من بيوتها بعد النتيجة. اللي خلى زوج يتهم زوجته والعكس. وتبادل الاتهامات مين كان السبب في النتيجة اللي خلى ناس تتصدم في ربنا وتبقى مش عايزة تتكلم معاه اللي خلى ناس كانت عشمانة في ربنا بطريقة معينة وإبليس جه علشان يكيل في حق الرب. احنا في الحلقة دي عايزين نقول بصوت عالي جدا ليسقط إبليس بكل اللي عمله في النفوس وتبادل الاتهامات وتشويه الرب والكلام اللي أدم بيه البنوتة وأدم بيه الشاب. من الحلقة دي بنقول أنت ينفع تكون ناجح وأنت ناجحة وأنت بتعتمد على الرب وترتبط بالرب ومشيئة الرب أولى الأمور. قلب يرتبط بالمسيح ارتباط حقيقي وأقول للرب النجاح مش ثانوية عامة. النجاح أن أنا أتغطى بدم المسيح. من الحلقة دي صدقني يا أخ باسم أنا اختبرت ربنا بعد ثانوية عامة. أنا اختبرت ربنا وأنا داخل على أولى جامعة. ينفع الوقت ده بالذات الاسبوع ده باسم المسيح الحلقه دي شباب يعرفوا الرب اسر تعرف الرب ده واخد تقول للرب مشيئتك ان ارجع لك مشيئتك ان ما تكونش ثانويه عامه هي الحاجز اللي بيني وبينك لكن ليكن الدم 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 هو الرباط اللي بيني وبينك لتكن انت بمحبتك ورحمتك ونعمتك يا رب لتكن انت النداء الاعلى من كل الاصوات اللي اصابتني وصدمتني في ثانويه عامه النهارده نادي عليا نادي عليا عشان ارجع نادي علي عشان أعيش مشيئتك قدم الرسالة على الصليب لي أنا هرجع لك وتوب وسلم حياتي وأعيش في مخافتك وأكون ضد الخطية ضد الغش ضد السلبية ضد الأمور الرديئة اللي المجتمع سربها والعالم سربها واعتبرها منظومات عادية لكن النهاردة ربنا بيقول أنا النجاح أنا النجاح المسيح هو النجاح واللي ارتبط بالمسيح هو الشخص الناجح الحقيقي. عايز افتش الامر ده بصوره عظيمه يا اخ باسم صدقني عشان نفسي في الحلقه دي وانا تضرعت بكده الرب يشفي كل الشبان والشبات الرب يشفي كل الاسر نرجع نعيد كاسر نرجع نعيد احنا فهمنا اولادنا وبناتنا انه كل قيمته في النسبه لكن قيمته في الدم في دم المسيح اللي سال على الصليب قيمته مش في نتيجه قيمته ان الرب يمسك ايده وينجحه بعد كده في الحياه العمليه قيمته ان يعيش في مخافه الرب قيمته ان يقول النهارده ان ثانويه عامه كانت محطه اختطافي من العالم الى دم المسيح اني
المحطة النهاردة بتقول أنادي على حبه يشفيني، أنادي على دمه يغطيني، أنادي 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 على رب عظيم يرفع ظلمي وقهرتي ووجعي وشعوري بالمرارة من اللي حصل واكتئابي وعزلتي وخبئي. النهاردة يا رب يا رب يا رب أصلي من بداية الحلقة باسم المسيح يسوع، خدنا كأسر، افتقدنا كأسر، خدنا كشبان وشابات ثانوية عامة شاعرين بالصدمة والظلم والمرارة والوجع وخيبة الأمل، خدنا لحضنك الأبوي. افتح عينينا يا رب إن قيمتنا مش النسبة، قيمتنا مش النتيجة، قيمتنا مش ما بعد ثانوية عامة، قيمتنا يا رب إن نسلم العمر ليك وأنت تجري في حياتنا النجاح العظيم العملي. يا رب يا رب فهمنا ونفهم كل طالب مسكين وكل بنوتة صغيرة في الحلقة دي إن لسه المستقبل ممتد معاك، إن لسه الأيام جاية وأنت إله السماء اللي تعطينا النجاح. النجاح مش بإيد رئيس لجنة ولا بإيد مصحح ولا بإيد وزارة التربية والتعليم، لكن بنؤمن أنت النجاح يا ربنا يسوع المسيح، واللي يعيش معاك ينجح، ينجح في كل الدوائر النفسية والروحية الزمنية المادية. شيل الغشاوة من على عيوننا يا رب، شيل الغشاوة من على عيوننا يا رب، شيل الغشاوة من على عيوننا يا رب. اقطم أعمال العدو النهاردة باسم الرب يسوع المسيح. النهاردة مستنيين تحطيم كل المخططات. داوي الأسر، داوي الأسر اللي اتألمت، داوي الأسر اللي اتعشمت، داوي الأسر اللي اتصدمت، داوي 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 يا رب. أنا أؤمن إن مكتوب ترسل كلامك فتشفي، أنا أؤمن إنك أرسلت كلامك فشفيت زمان، أنا أؤمن في الحلقة دي ترسل كلامك، ترسل كلامك، ارسل كلامك، ارسل لكلام، ارسل كلام للشبان والشابات والولاد والبنات والأباء والأمهات. قول إنك أنت المحبة وأنت النجاح، قول إن الحياة في إيدك يا رب والحياة ما وقفتش عند ثانوية عامة، قول إن النجاح في رفض كل ما هو غش وباطل من الشيطان، ده النجاح بعينه. قول يا رب، قول يا رب النهارده إنك أبانا، قول يا رب إنك أبانا، قول يا رب إنك أبانا الذي في السماوات وعلى الأرض. قول يا رب إنك هتنجي من الشرير، هتنجي من الشرير. أخ باسم أرجوك وأخ بيتر أرجوك، أنا عايز عشان نخش في جو روحي من الصلاة عشان نداوى، نداوى أيوة. كلنا أيوة. الرب بار زي. الرب لا إدانة عليه، الرب ليس بظالم، ما انتهتش الحياة عند نسبة، قيمتنا مش في النسبة. ممكن تاخد النسبة وتدخل الكلية اللي انت عايز تدخلها بس تنجح في الدوائر النفسية ودوائر الحياة العملية ودوائر الحياة الأسرية، ما المنفعة من النتيجة؟ أنا متأسف أقول لك، أنا أعرف أطباء فشل، وأعرف مهندسين فشل، وأعرف صيادلة فشل، أعرف جابوا نسبة، هل هي دي قيمتهم؟ لكن النهاردة أنا هقول لو واحد نجح مع زوجته مع أولاده ونجح في الحياة العملية والحياة الروحية ونسبته اللي جابها كده والرب عوضه. أنا أول امبارح قلت في بوست بسيط مسكين إن من وضع عوضه في الرب، لأن الرب عوضه كبير ومسك بالرب، الرب لازم يعمل معاه حاجة حلوة. يعني كده الروح القدس، أنت وأخونا بيتر وأنا معتمدين النهاردة على الروح القدس. إحنا كل اعتمادنا إن الرب يشيل الغمامة السوداء اللي على العيون ويجي الرب في المشهد ويكذب الكذاب ويقول له أنا بحب، أنا برحم، أنا مش ظالم، أنا مش واقف بعيد، أنا بسمع، أنا ألاحظ، أنا أداوي، أنا عوضي كبير، أنا عوضي كبير، أنا مش إله في دنيا تانية بعيد عن طلبة وطالبات، أنا عوضي كبير لمن يمسك بيا. حضرتك سألتني سؤال، ما هي مشيئة الرب؟ مشيئة الرب أن أتغطى بدم المسيح، إن أنا ناجح في الرب، إن نجاحي روحي ونفسي في الدم اللي سال على الصليب.
نجاحي في إله أنتظر منه عوضه الكبير. السنة اللي جاية موجودة، خلي بالك السنة اللي جاية موجودة، وتشهد الخلقة دي بالتاريخ ده إن في ناس هتقفز كالغزلان، إن في أسر هتقفز كالغزلان، إن في دواخل مكسورة ومحطمة هتقفز براس مكرمة وتقول ولي حي يرى ويلاحظ وينقذ ويصنع إجراءات سماوية. بيتر الغالي وهو بيقول له لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، تجوا نرفع أيدينا لتكن مشيئتك في السماء يا رب على الأرض، لتكن مشيئة شفائك وإبراءك ودواك، لتكن مشيئة تصحيح المفاهيم يا رب، لتكن مشيئة تصحيح المفاهيم يا رب، لتكن مشيئة تصحيح المفاهيم واضحة النهاردة يا رب، لتكن مشيئة إن لسه الحياة بدوائرها المتعددة لو نجحنا فيها مع تعويضك اللي هيكون الوقت اللي جاي يبقى احنا نجحنا النجاح الكامل. أنا هقولها لنفسي يا أخي باسم تسمح لي، لو خسرت سنة وخدت النسبة اللي جاية من إيد الرب وتعويض الرب الكبير وأنجحني في الحياة معاه وبقي هو معتمدي وأنجحني في الحياة النفسية وأنجحني في حياتي المسؤولية وتحملها، خد بالك أنا فيما بعد كده نجحت في الحياة العلمية والعملية والنفسية والروحية. عارف مقابل إيه؟ خسرت سنة. لكن ما المنفعة النهاردة لو خدت النسبة اللي أنا كنت عايزها وأكتر وخسرت الدوائر التانية، روحية نفسية عملية ودائرة المسؤولية اللي الأيام دي بتشتكي منها بيوت كتير، زوجات وأباء وأولاد بيشتكوا يقول لك فين الأب؟ بابا مهندس كبير بس فاشل في بيته، بابا طبيب كبير بس فاشل في بيته. لما ربنا ينجحنا النهاردة مش في ثانوية عامة بس، ينجحنا قدام نفسي. وأنا بكررها تاني، كل طالب رفض يغش وخد نسبة قليلة صدقني يا أخي باسم هو نجح نجاح عظيم. صدقني يا أخي باسم بقولها مش لتشجيع حد، اللي رفض يغش، اللي رفض يكون زي ما غيره كان وخسر نسبة في ثانوية عامة، خسر سنة، كسب نفسه، كسب قيمته، ده النجاح بعينه وده النجاح الكبير. أنا في مقولة جميلة عجبتني إن دايما الرب يرسل الأشياء ناقصة. 24 ده إيراد. دايما بيرسل الأشياء ناقصة. تكتمل الأشياء الناقصة برضايا. فالأشياء اللي جاية من عنده لو اكتملت برضايا صارت مشيئة الرب كاملة. هللويا. والنهاردة عشان أرضى عارف أقول إيه؟ أرضى أقول إيه؟ الرب عوضه كبير. هنجح معاه في الدوائر العملية والنفسية والروحية اللي جاية. وعوضه كبير السنة اللي جاية ما انتهتش. وللأسر اللي اتألمت وتقول أنا مش قادرة أوري وشي وبنتي جابت كام و50% وكام و60% ما وقفتش الحياة. واللي بيقول طيب أنا هشتغل إيه؟ ما حضرتك أهو نجحت في حياة عملية بعيد عن مجال تعليمك وأنا بنفس الطريقة المجد الله وده من الرب وغيرنا 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 وغيرنا. فالطالب يقول لك إيه؟ أنا كده هعمل إيه؟ هنجح إزاي؟ معاه ما تقولش هم. انا كنت داخل ثانويه عامه لما نجحت ثانويه عامه على كش كليه تبعيتها ان هشتغل حاجه غير الشغل ده. حلو. وصادفت ان انا كان التنسيق ايامها ساعتها بالورقيات مش بالاجهزه الكمبيوتر يعني. صادفت ان انا ما دخلتش الكليه اللي هي كنت هسير في اتجاه تاني يعني. تمام. زعلت بس اختبرت بعد سنين إن مشيئته صالحة زي ما أخويا بيتر كان بيرنم. أيوة. الرب صالح. أيوة. وتيقنت خدني في سكة تانية غير السكة اللي كنت. أيوة. أتطلع طبعا وأترجى أنا زي وأقول زي ما أقول ونحل زي ما نحل في الكلام لكن هو صالح. أيوة. ورأيه صالح وتنفيذه صالح وقرار بس لما أكون مسلم مستخبي بس. بص انا عارف اطلقها زي البلبل انا سمعتها الترنيمه دي كذا مره بس النهارده جت على قلبي عارف ميه يعني زي السيول الرب حنان. اي كانت جميله النهارده حنان حنان جدا الرب
وانا بيرنم الترنيمه اخونا بيتر بساله هتتحنن على مين؟ هتروح لمين النهارده في طلبات الصلاه؟ اتحنن عليا انا. هو جاوب اخونا بيتر حنان للكل. ايوه. ورحمه على الكل، هيداوي الكل. أي. بس هي النهارده عايزه عين توسع شويه. ان اجل الرب اقول له انا عايز استخبى فيك من النهارده. بسم الرب يسوع. اتنين اقبل عوضك الكبير. بس هي محتاجه انك تصلي معاك. حاضر. حاضر. على ان تترفع الغمامه والستره. حاضر. فيرى الرب في المشهد. حاضر. عوضك كبير. انا واثق من نجاحي في دوائر كتير خالص وبما فيهم ثانويه عامه، وهنعمل المعادله دي لثالث مره، اخسر سنه واكسب دوائر نجاح، خد بالك، في وفي وفي وفي، وبعد كده برضه هكسب الدائره العلميه. اهون ما اخسر اكسب في سنه واخسر دوائر تاني باسم الرب يسوع المسيح. امبارح البنوته قالت لي ايه؟ اول امبارح قالت لي ايه؟ قالت لي تخيل يا عمو، مدرسه فيها 600 طالب، ما فيش طالب قل عن 92%. مدرسه كامله 92% وطالع. فانا بضحك بقول لها يا ريتك كنت في المدرسه دي. قالت لي لا، ده كانوا حاطين الميكروفونات للطلبه. كانوا، فانا ضحكت، قلت لها كنت تتمني وسط دول؟ ايه يعني اتنقل لي من ميكروفون فانا كتبت وبعد كده نجحت وبعد كده خدت نسبه حلوه وبعد كده دخلت كليه من كليات القمه؟ السؤال يا اخي بس، هل ده نجاح للايام اللي جايه؟ لا، ده فشل مستحيل. وانا اقولها بصوت عالي جدا في الحلقه، ده فشل على مسؤوليتي انا الخاصه. ده فشل، ده الفشل بعينه، وده منظومه الشيطان الرديئه. لكن انا عايز اعتمد عليك واجيب نسبه. بص، اعتمد عليك واجيب نسبه واخسر سنه واعيشها معاه. لا، وبعوضه. وبعدين يا اخي ميل، الانسان اتوجد من اجل مشيئه صالحه. طبعا. قد سبق الله فعينه. طبعا. فهو ازاي انا هكون في مشيئه الله وانا طالع بالغش؟ طبعا. بالظبط كده. ازاي ان انا موكل من قبل الرب وهكون طالع في سكه غلط؟ طبعا. هي عايزه فتحه عيون. انا ما اعرفش اخونا بيتر جهز لنا بالترنيمه اللي هين عشان انا عايز اصلي بعديها. ايوه. بس هي عايزه النهارده، بص، كم حاجة كده أتمنى أكون أنا صح فيهم. واحدة، اسقط لنا كل الستائر بتاعت العدو. اتنين، افتح عينينا نشوفك يا رب. شيل المغالطات بتاعت العدو اللي عمال يقول عنك وعنك وعنك، لكن النهارده أنت حنان ورحيم. تساعدونا، أنا عايز أسمعها أنا شخصيا. الرب حنان ورحيم. ساعدونا، أنا عايز أسمعها. الرب حنان ورحيم. حنان 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 حنان. ما اعرفش مين البنوته اللي قاعده مع اسرتها دلوقتي ومقهوره على النتيجه دي، لكن الرب حنان. الرب حنان، محتاجه كلام غير حنان. ومفيش شكوى غير للرب، ومفيش عوض كبير الا من الرب. امين 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 في اسم يسوع. سير القلوب ومقوم المنحنين، حنان ورحيم وطويل الروح وعاضد الساقطين. شفي منكسر القلوب ومقوم المنحنين. هللويا 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 لاسم يسوع. هللويا 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 لاسم يسوع. هللويا 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 لاسم يسوع. أبرع جمال من كل الناس وبين عمى مليان، واللي ينظر لك يستنير ومش بيكون خلان. أبرع جمال من كل الناس وبين عمى مليان، واللي ينظر لك يستنير ومش بيكون خجلان. هللويا هللويا
يسوع هللويا 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 لاسم يسوع هللويا 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 لاسم يسوع هللويا لاسم يسوع هللويا. احنا عايزين نصلي لمقاوم هيداوي ناس النهارده هيداوي ويقوم المنحنين امين ورافع الساقطين. في بنوته اسمها ويلما البنت دي امريكيه اصيبت عمر 5 سنين بالشلل وقيل لها من الاطباء انها تعيش العمر كله كده. ماما قالت لها وهي قالت لمامتها ابتدت تحفظها من سن صغير انك هتمشي على رجلك وهتتحدي الاعاقه وهتكوني وهتبقي رجليك بتشهد بيها الناس وان كلمه الناس ولا كلمه الطب مش هتقف عندها الحياه لسه الحياه مبتدئه. البنت صدقت ابتدت تخضع لتمارين تتخيل مش مشيت على رجليها بس اصبحت اكبر واسرع واحده في تاريخ امريكا خدت الميداليه الذهبيه 3 مرات ولما وقفت بعد العمر كام و30 قالت الجمله دي قالت الناس بتقول الظرف بيقول الموقف بيقول الزمن بيقول بس خلي صوتك اعلى بس صوتي هيبقى اعلى لما الرب يخترق لما يخترق حياتي امين آه. يا رب انا بتضرع اليك مع اخي باسم اخي بيتر مع المشاهدين انك تتحنن يا رب انك تتحنن يا رب انك تفتح العيون يا رب ان المشهد ده يكون ليك يا رب مش مشهد للعدو يا رب مشهد لصوتك الاعلى مشهد لصوتك الاعلى مشهد لصوتك الأعلى مفيش وجود لأي صوت طول ما أنت هنا مفيش تصريح من أي كيان ولا أي كائن طول ما أنت هنا في الحلقة دي اللي مش هنسميها حلقة هنسميها محطة مقابلاتك الإلهية يا رب تتقابل قابل معروف تقابل وسود على حياة كل شاب وشابة كل طالب وطالبة وأسر أمهات أباء مقهورين ومجروحين بكين مستخبيين مصدومين أوصل النهاردة يا رب أوصل يا رب أوصل باتجاهك بتاع زمان لما رأيت الجموع مشتتة لا راعي لها اتقال عنك وهيكون النهاردة تحننا يا يسوع مر في الدقايق دي على اللي استخبى في صدور الناس يا رب اللي خباه الشيطان وحكمه مر عليه مر عليه مر عليه يا رب مر على اللي مال بيه الأذهان مر على اللي مال بيه الأذهان قول إن عوضك كبير لأنك أنت رحيم وكبير في رحمتك قول إن عوضك كبير لمن اتستر بدمك يا رب قول إن عوضك كبير لمن وثق فيك إنك إله النجاح قول إن عوضك كبير لمن صبر لك قول إن عوضك كبير لأنك رب الحياة وأنت الطريق والحق والحياة أتوسل إليك أتوسل إليك أتوسل إليك أتوسل إليك شيل سمك الغمامة من على العيون والأذهان والبيوت والأسر والشبان والشبات يا رب مزق الغمامة النهاردة مزقها عشان نشوفك يا رب ما زمان اتصلت من أجل الغلام افتح عيني الغلام ولما اتفتحت عينيه قال الذي معنا أقوى وأكثر من الذي علينا الذي معنا أعظم من الذي علينا الناس عليها هموم وصدمات ووجع وشكوى وكسوف وخجل وقهر وظلم كله ده جاء على الناس يا رب لكن لتأتي مركبات سماوية أمام العيون
لتأتي مركبات الحب، لتأتي مركبات الرحمة، لتأتي مركبات النجدة، لتأتي مركبات الإنقاذ، لتأتي مركبات الرجاء اللي بنعلن فيها النهاردة يا رب أنت سيد المشهد، مفيش غيرك، أنت الرب، أنت الرب الصانع العظائم وحدك، الصانع العجائب وحدك. قول كلمة فتشفى النفوس، قول كلام النهاردة فتشفى الأسر. يا رب يا رب يا رب يا رب، تتم أحداث سماوية النهاردة لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أؤمن أنك بتسمع وتستجيب، ولك كل التعظيم. أمين أمين. أنت الإله اللي قلت لن يخزى منتظرية، منتظرة نفسي ورجوت بالحمد لك والدعاء. أنت الإله اللي قلت لن يخزى منتظرية، منتظرة نفسي ورجوت بالحمد لك والدعاء. ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنتراجع، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنتراجع، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. رفعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة، ندخل نقبل إيديك الممدودة لنا بحياة. رفعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة، ندخل نقبل إيديك الممدودة لنا بحياة. غيرك انت إلهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. انت الإله اللي قلت لن يخزى منتظرية، منتظرة نفسي ورجوت بالحمد لك والدعاء. انت الاله اللي قلت لن يخزى منتظرية، منتظرة نفسي ورجوت بالحمد لك والدعاء. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنتراجع، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملناش غيره، ملناش غيره اللي بنترجاه، وعشان كده واحنا ملناش غيره جايين بطلبات الصلاة لإخواتنا. اسمح لي، من كام سنة، يمكن 2009 2010، اتشرفت بالخدمة في نيوزيلندا، ونزلت في بيت أخ حبيب اسمه نائل عراقي جميل، وحكى لي قد إيه كانت معاناة الشعب المسيحي في العراق من الأحداث اللي مر بيها. وبعد كده قال لي جملة ما كناش واخدين بالنا، ما كناش عارفين إن الرب هينقل ناس للنرويج، السويد، أمريكا، أستراليا، نيوزيلاند. وبعد ما الرب نقلنا أنجحنا النجاح اللي ما كناش نحلم به. نائل ده حبيبي وصديقي، وقال جملة خطيرة، قال اللي الرب ادهوني من النجاح اللي هو رسمه ما كنتش ابدا ابدا انا اقدر اعمله لنفسي. والنهارده انا بكررها في الحلقه دي قبل ما نصلي،
اللي يستخبى ويعتمد على نعمة الرب ربنا هيعرف ينجحه نجاح سماوي عظيم. والنجاح مش نسبة، والقيمة مش ثانوية عامة ورفض. أنا خايف أقول لك التعبير ده. مرة مدير مدرسة سهل الدنيا للمدرسين عشان يدخلوا، وأنا واقف في اللجنة. لا تخيل بعد ما خلصت اللجنة خدهم في أوضة وجاب لهم حاجة ساعة وحاجة حلوة، وأنا ما دعانيش للأمر ده لأن أنا كنت المنبوذ وسطيهم. فأنا واقف برة، ما هما ما منعونيش، بس كنت هقعد كده شايف الكل قام الواجب قانوا وبيهدى وقاعدين بيشرب حاجة ساعة. بس فاكر أنا وأنا برة في حاجة صابت قلبي بسلام وأمان وطمأنينة وكرامة. قال لي اللي نجح أنت مش اللي جوه. اللي جوه دي منظومة رئيسها مش أنا، وما أكتر منظومات العدو. النهاردة ربنا يثبت في القلوب اللي رفض يغش حتى لو حصل على نسبة بسيطة، عوضه في الرب الأيام اللي جاية وهينجح في كل الدوائر. ما يوسف رفض أن يغش وغيره وغيره، بس الطالب مسكين صغير خبرته على قديها. بس النهاردة احنا هنقول للرب اتحنن ووسع عينه يشوف المستقبل. بص يشوف كده، أيوة النسبة وحشة بس أنا عشت الرب، ايوه النسبه وحشه بس عوضي في الرب كبير، ايوه النسبه وحشه بس هنجح في دوائر كتيره جدا علميه وعمليه وزمنيه وماديه الايام اللي جايه لاني اعتمدت على الرب. وهيحصل كده. ايوه انا ساقط بس راضي لان الرب افتقدني بالظبط. وعارف انا عارف اقولها لك ازاي، بس يمكن الناس هتعتبرها، لو خيرت ليا انزل ثانويه عامه وانجح في حياتي مع الرب انا نجحت في كل حاجه صدقني يا اخي. بس واحساسي ليه ان في ناس كتير على الهوى لولا السقوط ما كانوش هيعرفوا ان في اله. بنوته من الاثنين دول واحنا ماشيين في شارع من شوارع القاهره قعدت تبكي وتقول للرب انت كل حياتي، وبعد كده قالت لي يا عم وانا ما كنتش اقدر اقول الجمله دي الا بعد ما خدت النتيجه الوحشه. طب يبقى اذا الرب عايز يكلم ناس على الهوى ان فعلا السقوط ده عشان تعرفني هزه. أمين. هزة بيهزها الرب. أمين. وربي عارف أنا عايز كده الترنيمة بتاعت زمان أنا أقولها ويقولها كل مشاهد. لبيت من ندان، لبيت من ندان، وكفلق بس الكلمتين دول، لبيت من ندان. وهو نادى على طلبك دي الفترة دي. بس أنا صعبان علي أسر انتحر ليهم أولاد، انتحر ليهم أولاد. دي صعبة. معرفش الطلبات اللي حضرتك جاهز بيها أنا وياك في الطلبات عشان نقدر نصلي الطاول ده بالرب. يعني في أبانوب، أم أبانوب من بني سويف، وفي خالة ميرا مدحت، في أسرة ابنهم بانتحر من نتيجة ثانوية عامة. طبعا عايزين نصلي لأجل الأسرة دي. وفي فارس كرم، في جوزيف امجد، في ازيس، كل دي طلبات ثانويه عامه. طيب ممكن ناخدهم اربع دوائر عشان الوقت، وكل دايره ناخد فيها دقائق كده. يعني في اربع دوائر. اربع دوائر. طلبات الصلاه نتيجه ثانويه عامه. تمام. دي دايره، وفي دايره صحيه، وفي دايره ماديه، وفي دايره ماليه. ماشي. فناخد دايره دايره. ممكن؟ طيب. ناخد بعد باذنك الاول دايره ثانويه عامه. طب انت عمال تطالبني انا بالصلاه بالصلاه، انا عايزك انت تصلي لا انا محتاج اللي يصلي. ممكن انا اقولهم على ما سمعت. وهناخد وقت. طيب انت هتصلي الثانويه عامه زي ما الرب صقلك بيه، ونصلي بعد كده نشارك بعض انا واخويا بيتر معاك. يعني اتفضل. يعني احنا عايزين نصلي الاسره اللي ابنهم انتحر من نتيجه ثانويه عامه، وأسرة متألمة عشان ابنهم انتحر، ونصلي لإيمي من بني سويف نتيجتها صعبة جدا ونفسيتها أصعب. صلي لأم أبانوب من بني حماد ابنهم، ولأجل أبانوب لأنه مش بياكل ولا يشرب ولا راضي يرد على حد، وأمه عندها سكر وضغط. وميرا مجموعها 65%. أي. وفارس كرم محتاج صلاة أخوه يا أمير. مارينا يونان ربي يتمم لها قصده. وساندي بدر مظلومة. وهنصلي
من أجل ميرا إزيس يخسر لها الكلية صالحة وشادي وإزيس بتصلي لأجله طبعا في طلبة كتير اتظلمت دي حقيقة اتظلمت بس مش عند محطة الظلم وتوقف الدنيا يا أخي بس ولوسي الرب عوضه كبير الرب ليه مشيئة أمين. احنا في بداية الكلام الرب ليه مشيئة حتى لو ظلمت وإن كان الرب بيقول ظلم هو نفسه ظلم لما يفتح فاه لكن الرب ليه مشيئة بيجي الوقت المناسب وبيرد المظالم أكيد. وسمح بالمظالم عشان يتمجد أكيد عشان يرد الفوس أكيد عشان يخبي يعني ممكن يكون مظلوم عشان السنة دي يكون في حاجة عايز يخبيه من وجه الشر أمين اللي جاي أمين فده وخسارة جولة ومكسب جولات أحسن بس هي عايز إن إحنا سلمنا أيوه. ما شئته يعني اعتبر السنة دي أنا أقول لكل طالب وهيفهم كده اعتبره الشوط الأول والشوط الثاني ونتيجة المباراة جاية في الزمن اللي جاي والرب عوضه كبير الأخت لوسي ابنها اتظلم في ثانوية عامة هي بتقول دميانة من رومان برضو كانت طالبة في ثانوي مدحت فريد محتاج طلبة صلاة لبنتي ربنا يبعت لها الكلية الحسب قلبها يعني رامي رأفت صلاة لابني ناقص درجة واحدة على المرحلة الأولى ده الرب حماك ممكن يكون في المرحلة الأولى ديت الرب عايز يدخله كلية بحسب مشكلة بس نصلي لأجل ان الرب يديلهم الرضا الأمر ده أمين. جيسكا مجموعها مش كويس ثانوية عامة وعايزة معايا كيمياء هتمتحنها اخر الشهر مين عماد طالب ثانوية عامة وكان محتاج صلاة في بروماني فيلمون ابنها نتيجة الدبلوم في ناس طالبة الصلاة لمعونة وتعويض من الرب ساندي عزمي من 100% في الإعدادية ونانسي إيمان طلبة ديروت نتيجتهم غلط ومظلومين اتحطموا نفسيا رب يقومهم نفسيا رب يشددهم أمين أمين وريموندا ماشي دول الطلبات ثانوية عامة تفضل يا خيمين وأسر ثانوية عامة يا رب احنا قدامك بالطلبات دي قدامك بكل أسرة ذكرت اسمها أو ما ذكرتش اسمها في أسر كتير يا رب مظلومة وحقيقة بنقول لك أيوة مرت بالجولة دي بالظلم بس أنت إله ترفع المظالم أنت إله تقول على السنة اللي جاية إني الجولة جولة انتصارية لو السنة دي ظلم لكن اللي جاي انتصار يا رب أوصل لكل أسرة مظلومة أوصل لكل طالب مظلوم أوصل لكل طالبة مظلومة اوصل يا رب اوصل وقول كلمتك اني السنة دي ظلمة لكن لمكاسب عظيمة الوقت اللي جاي يا رب وانت تسمح بي عشان يكون محطة وقفة قلب مع قلبك يا رب ومحطة اني نتستر فيك من اجل النجاح في كل الدوائر اللي جاية نتصلي لاجل شادي اللي اتظلم اجل كارن اجل ميرا صلي لأجل جيسيكا صلي لأجل ساندي يا رب يا رب يا رب يا رب تنازل تنازل لكل الأسماء دي والغيرهم من نفس الحال ونفس الوضع يا سيدنا الرب أنت تسمع الصلاة يا سيدنا الرب أنت ترفع النفسيات يا سيدنا الرب أنت تداوي الأسر كل أسرة قالت إن تعبت واجتهدت وكانت دي النتيجة المأسوفة طبطب على الناس يا رب طبطب على الناس طبطب على كل أسرة يا سيدنا الرب يمكن واحنا بنصلي دلوقتي في أسر بتصلي ويانا في بيوتها اظهر بذاتك يا رب اظهر بذاتك لكل أم ولكل أب اظهر بذاتك لكل طالب وطالبة اظهر بذاتك يا رب مع الساعة 6 الآن بتوقيت بلادنا العربية أو بتوقيت مصر لتكن الدقيقة دي محطة ظهور سماوي بالحب للنفوس يا رب
يا رب الوقت ده تحديدا احنا بنصلي افتح عيون الجميع، ارفع الظلم من على الاكتاف ومن على دواخل الناس، من على متون الناس. يا رب يا رب يا رب يا رب شيل الصدمات من طلبة واباء وامهات ثانوية عامة، ارفع الصدمات، ارفع الصدمات يا اله كل نعمة، ارفع الاوجاع الداخلية يا رب، ارفع ان في ناس تعبت بسهر ووجع ومصاريف وماديات وفي الاخر حصدت العبس والظلم والوجع والشكوى. يا رب بنقولها لك النهارده، من اللي اتوجعت بيه الناس واتظلمت بيه الناس، لكن اعمل معروف تدخل، اعمل معروف تدخل، اعمل معروف تدخل يا رب. انا عندي ثقه لا تطرح ان الان انت بتطبطب وتداوي وتضمد وتجبر، الان انت بتشفي، الان انت بترفع. يا رب يا رب يا رب، احنا قلنا كذا مره في الحلقه، انت عوضك كبير، انت عوضك كبير، انت عوضك كبير. لو الجوله دي بدات بكده، نؤمن ان جولات السنين اللي جاية جولات انتصارية في كل الدوائر، لكل طالب وطالبة وكل أسرة، كل أم مقهورة دويها يا رب، كل أب مكسور دويه يا رب. وأنا من كل قلبي مع أخي باسم وأخي بيتر وكل مشاهد ومشاهدة بيصلي وبيكتفنا في الوقت ده، لتسقط يد الشيطان من على الناس، وليعلن الإله اللي إبليس قال عنه محتجب، أنت ليس محتجب، أنت إله ظاهر ومكشوف للعيون. اكشف عن القلوب فنجري لك كلنا ونقول لك امكس ربي في سفينتي، عشان نرتاح العمر كله، ومش بس من نتيجة ولا محطة ثانوية عامة، لكن نرتاح في كل الدوائر يا رب يا رب يا رب يا رب. صيد بشبكة النعمة النهاردة شبان وشبان، اغسل بدمك قلوبنا، لتكن الفرصة دي فرصة رائحة حياة لحياة، لتكن الفرصة دي فرصة صراخ، مش صراخ القهرة، لكن صراخ الارتباط بيك يا رب، صراخ الرجوع. ما يمكن بتبدأ بوجع عشان تنتهي بانتصار القلب على الماضي والخطية والعدو. ليه ما تكونش الليلة دي الفرصة دي الوقت ده يا رب أسر بالكامل ترجع لك وتسلم باسم المسيح يسوع، باسم المسيح يسوع. أنا بصلي زي ما كلمتك بتقول، تلقطون واحد بعد الآخر. ألقط دلوقتي أسر، وألقط دلوقتي شبان، وألقط دلوقتي بنات، وألقط دلوقتي مهورين ومظلومين وموجوعين وبكين ومكسورين ومصدومين. يا رب يا رب يا رب، في يوم من الأيام، في يوم من الأيام اتقال عنك إنك وقفت على باب أورشليم وقلت لم تعلم زمان افتقادها، لكن الآن احنا بنقول أنت تعطي زمان افتقاد معلوم يا رب، ولا يكون الحال كحال أورشليم، لكن النهاردة يا رب، النهاردة يا رب حلقة ولمسة ومحطة افتقادية يا رب. اسم المسيح يسوع، أنا لدي شعور في قلبي يا رب، أربط بقلبك الآن إن هذا الوقت وقت سماوي جدا للإبراء والشفاء وغنى الرحمة وغنى النعمة وافتقاد الدواخل وفتح العيون وكسر أوهام العدو وكسر خداع العدو وكسر افتراءات العدو، وإعلان
العمل الواحد الأوحد دم الصليب باسم المسيح يسوع ولك كل التعظيم. أمين 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 أمين. يا أبو قلبي الطيب يا غني بالرحمة جيت كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي في كل ضيق اتضايقت ليا أنت معايا شاركتني اتعلقت بيا وانا في القاسية شدت ايديا خبتني فيك في كل ضيق اتضايقت ليا أنت معايا شاركتني تعلقت بيا وانا في القاسية شدت ايديا خبتني فيك. يا ابو قلبي الطيب يا غني بالرحمة جيت كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي حملتني وحملت عمري بالخير وياما احتملتني شهد ماضية انك رعاية عبرت بيا على منكبك حملتني وحملت عمري بالخير وياما احتملتني شهد ماضية انك رعية عبرت بيا على منكبك. يا ابو قلبي طيب يا غني بالرحمة جيت كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي. هو بكى معانا وهو موجود. هو شاعر بعواطفنا وشاعر باحتياجنا وشاعر بكل اللي فينا. وهو الرب بيقودك صلاة لأجل أسر ثانوية عامة. أنا متيقن جوايا أن الرب قاصد أن هو يرجع بيوت لي وأن يكون زمن افتقادهم. في طلبات صلاة لأجل أمور مادية، ميلاد، مكرم، انه عايز شغل جديد وشريكة حياة. والرب وانا اعتقد ان الرب بيكلم ميلاد انه يكون افتقاده اكتر وانه يكون بيطلب منه. وشذا صلى من اجل بيتها وحياتها ان الرب يسد احتياجها. واكيد الرب امين بيسد الاحتياج. رزان بيطلب صلى لاجل شغل لاخوه لاخي. وناصر ناجح شغل من اجل شغل حكومي. وده برضو احنا مش هنحط الرب في قالب. معلش مع اخويا ناصر احنا مش هنحط الرب في قالب. ما ممكن يكون الرب موفر لي في شغل في حته تاني. أيوة. مش حكومي. يمكن الرب عايزنا اشتغل انا اعتمد على نفسي في حاجه تانية. أيوة. لكن نقول له يا رب اعلم مشيئتك زي ما كان الرب بيتكلم وبيقول. بيصلوا لاجل طلب صلاه لاجل بيوت واحتياجات والدخل قل. احنا دي نصلي لاجلها والرب يسد كل احتياج. واحدة بتصلي لاجل بنتها مخطوبة وهي في ظروف مش قادرة تسد الاحتياج. بس اعتقد ان الرب يقول لها انا اوفي. امين. انا اوفي. والرب عنده وفاء. يعني أمين. الكلمة دي انا مليان بيها ان الرب يقول لها انا اوفي. أمين. انا اوفي. وهي تختبر الأمر ده. أمين. تتعلق بالرب والرب يوفي. أخويا بيتر هيسللنا لأجل الأمور المادية دي. فعلينا صلاة. أمين.
يا رب بنحط بين ايدك مش بس كل حد طلب طلبة صلاة لأجل بيته ولأجل ظروفه المادية والصعبة، لكن كمان يا رب بنحط بين ايدك قلوب كتير يا رب ما جالهاش الجراءة انها تكتب وتبعت هي عايزة تصلي لإيه. أيوة يا رب قلوب كتيرة يا رب وأنفس كتيرة قوي قدامك عجزت وشاخت من كتر يا رب الأمور الصعبة اللي بتمر بيها في بيوتها. أنا بصلي يا رب باسم الرب يسوع حماية دمك على بيوت ولادك، حماية دمك من كل يا رب مهاجمات عدو الخير في اسم الرب يسوع. البيوت دي ليك يا سيد، البيوت دي ليك، نورك يا رب يشرق عليهم وتبان انت يا رب بالصورة الكاملة باسم الرب يسوع. أيوة قدامهم. أيوة في اسم. أيوة القدير المسيح يسوع. أيوة يبان صليبك ويبان حبك ليهم فيتعلقوا يا رب، قلوبهم تتعلق بيك اكتر، قلوبهم يا رب واذهانهم تتعلق بيك وبملكوتك اكتر واكتر، يشوفوك يا رب بعيون مفتوحة ويعرفوا يا رب انه الغنى والنعمة والكرامة فيك انت وفيك وحدك. يشبعوا منك انت الاول يا رب مش الشبع المادي، ويتقابلوا معاك انت الاول. انت الاله يا رب صاحب كل نعمة وصاحب كل غنى. يا رب نسألك باسم الرب يسوع كفاية يا رب، كفاية يا رب في الدقيق والزيت، كوار الدقيق لا يفرق وكوز الزيت لا ينقص في اسم الرب. أيوة يسوع لأجل البيوت. أيوة المحتاجة. أيوة يا رب. أيوة لكن يا رب بنصلي يا رب كمان لكوار زيت من حبك يرويهم يا رب ويشبعهم. القلوب عطشانة يا رب أكتر لحبك، القلوب عطشانة يا رب أكتر للشركة وللقعدة معاك. قابلهم بيك، قابلهم بيك مقابلة حقيقية يا رب. يا رب مقابلة حقيقية يا رب. فالزوج يحب زوجته والزوجة تحب زوجها يا رب. يا رب والبيوت يا رب تتملي يا رب من رحمتك ومن غناك ومن نعمتك ومن حضورك، والأولاد كمان يكبروا يا رب في مخافتك وفي معرفتك. احنا ملناش غيرك وطالبينك يا رب لكل بيت طلبك بالاسم باسم الرب يسوع. غنى ونعمة يا رب. أيوة من عندك ورحمة لكل بيت يا رب مشتاق لك. أيوة في اسم الرب يسوع. أيوة أيوة أمين يا رب في اسم الرب يسوع. أخويا إميل في صلوات مطلوبة مني، طلب مني أخويا روماني إن أنا أفتح الواتس وأفتح الموبايل. فالطلب وأخويا ساهر باعت جاينا طلبات جديدة نصلي من أجلها، صلاة من أجل شفا رضا، وصلاة من أجل ابن محكوم عليه بثلاث سنين ظلم، وصلاة من أجل مارينا على خلاف مع جوزها، وصلاة من أجل جيسكا ربنا المجموع بتاعها قليل، وصلاة لأجل واحدة بطلبة من بيت الرب من الأراضي المقدسة. صلاة يوسف جاب 65%. جيسكا برضو صلاة نعمة، وصلاة من أجل مشاكل واحد ومراته، وواحدة طالبة من الأخ إميل تصلي من أجل بيتي وأولادي. أمين. وواحدة بتقول إن في بعتالي رسالة إن في خبر بيقول هيعدلوا النتيجة كلها. ده خبر جاي. إحنا سيان الأخبار، إحنا الأهم حاجة إن إحنا طلبة الصلاة اللي بحسب مشيئة الرب، زي ما طلبنا من الرب انه ان هو اللي يقودنا بالصلاه لتعلم مشيئه الرب ومجد الرب. احنا عندنا طلبات صلاه من اجل ما حتى لو عدلوا النتيجه يا اخي باسم، الجوهر اللي احنا بنتكلم فيه هو ثابت. ايوه ان النجاح في الرب مش في نسبه ثانويه عامه، سواء كانت قليله كبير، هي التعلق بالرب. التعلق بالرب، ومن تعلق بي ارفع ونجيه لانه عرف اسمي. بس لسه العالم لغايه دلوقتي عارف عمال يلف 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 يلف، مع ان دي اكتر ايام خلاص مفروض يركع العالم انه محتاج للرب يسوع بس، وان ما مش بس ثانوية عامة، كل حاجة كل العالم.
حتى بلاد. اختيار الشغل كل حاجة. احنا محتاجين الرب يسوع يسود، لان احنا في زمن اكتر من ان احنا نوصفه عصيب. وجه الزمن خلاص يعني لازم اترمي على الرب، لازم الرب يرجع يسود. بس الناس عمالة تلف برضه وتحاول ويمكن وتحاول ويمكن. عارف شغل المجداف بتاع زمان وشغل السفينة لغاية ما يفلس بطرس خالص ويجي يقول له يا معلم قم. بس احنا عدينا الموضوع ده. ليس السعي لخفيف الجناح. ايوه السعي ليس لخفيف بالفعل. احنا محتاجين الرب يجي ويسود على كل حاجة، ويبقى هو الاول والاخر والكنز والثروة والحيلة والدخيرة وكل شيء. والموجه. امين يا رب. وهو اللي يملي علي. امين يا رب. في اسر طالبة صلاة يا اخي اميل. شادية امير مشاكل في البيت والرب يعطيها قوة وغفران. ايوه. ناس كتيرة بتعاني من من عدم هو الغفران. رائع جدا ان ساهر دخلنا على الطلبات دي. بس دي يعني خليها اخر حلقة. عشان بس دي يعني من طلبات الصلاة الفريق اللي الرب قاد الفريق معاك. أيوة. اللي هي طبعا على الهواء انا بشكر الرب جدا من اجل يعني يوسف أيوة. ومارسيل يعني هم صنفوا الطلبات واستقبلوها من على الناس في حوالي 4 دوائر. فاحنا يا دوب خدنا كده دايرتين. ايوه. هناخد الدايرتين التانيين وبعد كده ناخد الطلبات اللي وصلت عند ساهر اخر الحلقه. طيب. ممكن؟ تمام. يبقى ما هي الطلبات بقى اللي بتاع عند ساهر لسه. خدتها. لكن في طلبات صلاه اسريه. شاديه امير. طب ما تخليني اقولهم لك انا عشان انت تصلي بيهم. انا ما لا ما انت تصلي لشاديه. من فضلك من غير ما استاذنك. انا عايز يعني اخونا بيتر ربنا يباركه وهو بيصلي تضرع للرب ان البيوت محتاجه نعمه الله والبيوت محتاجه ترجع للرب. فعندنا روز بطرس اختها ابن اختها محبوس. عندنا شاديه امير من اجل مشاكل في البيت والرب يديها غفران. ماري جرجس وكراس عماد صلى من اجل القضيه بتاعته. شادي سامح من اجل اسرتي للتحرير ده تواضع منه ان يقول كده. جهان نبيل لاجل بيت في انقسام وعمل من الشيطان مسيطر على زوج وزوجه. لانا بتطلب الصلاه من اجل بنتها دارين وزوجها. فيولا صلاه من اجل بيتها. ايفا صلاه من اجل اختي ربنا يحل كل مشاكلها. امين يا رب. منى ارتباط لمريم. امين يا رب. ابتسام من أجل بيتي. أمين يا رب. مرمر من أجل الإقامة لبنتها خارج مصر. الرب يوفقها ولتكن مشيئة الرب. كراس من أجل انتقال أخويا إبراهيم يعقوب في حادث. نشأت ثابت مقيم في السعودية بيمر بظروف صعبة. جيجي مدحت من أجل أولادها. وفي اللي رافض يقول الاسم طبعا. امين. بنحترم كل اللي قال اسمه او ما قالش من اجل بناته. وفي صلاه من اجل ايمن فاروق مسافر وظروفه صعبه مرضيه عنده ميه على المخ. وهنصلي من اجل اخونا غطاس محتاج صلاه من اجله ومن اجل اسرته. صلاه من اجل بيت بيمر بظروف صعبه في اسيوط. أخت ميري موضوع زعل ابنها. أمين يا أخي باسم. أنا أحتاج من حضرتك أنك تصلي من أجله. وأنا أقول لك الأسماء تاني على ما أسمعك. شادية وروز ميري كراس شادي جيهان لانا فيولا إيفا منى ابتسام لولو كراس نشأة غطاس أخت ميري. يا رب احنا جايين قدام جلالك ربما الاسماء تسقط مننا ربما ما تجيتش على ذهننا، لكن جايين زي ما الكاهن جايب حامل في صدرته ال 12 ست. ايوه جايين احنا قدام جلالك بكل رعيتك وكل شعبك جايين وبنصرخ وبنقتنس من يد العدو ومن قلب العدو من أنف العدو. هؤلاء عدو الخير حاصرهم
بمرارة وضيقة عشان يؤخذوا بعيدا عنك، لكن جايين قدام جلالك يا رب، واحنا لنا قوة ولنا عون بالروح القدس أن نقتنس هؤلاء من تحت ظروفهم، وأننا ونعلن اسم ربنا يسوع المسيح ليرفعوا من يد العدو، حتى لو كان في أعمال سحر، حتى لو كان في إلقاءات شيطانية، لكن إحنا في حضرة القدوس، إحنا في حضرة الملك، ملك الملوك ورب الأرباب، إحنا جايين قدامك لنكسر كل لعنة عن هذه البيوت، نكسر كل لعنات مش بكلمات مننا لكن بقوة صليب ربنا يسوع المسيح، بحسب الممنوح لنا اسمك المبارك القدوس. جايين قدام جلالك يا رب وما عندناش ثقة غير في شخصك، في اسمك يا رب، الأسماء اللي تجرأت إنها تعلن اسمك زي ما جبع حزقية على المذبح، بنشهر يا رب هؤلاء الأسماء لأنك أنت بتصل إليهم سريعا وتداوي كل جرح في البيوت، وتشفي يا رب، وتشفي المنكسر القلوب، وتقوم المنحنين يا رب. اليوم يوم استرداد، يوم استرداد للأسر دي، يوم رجوع اللي ترجع يا رب، ويرمم مذابح البيوت يا رب، ترمم المذابح ويسترجع كل مفقود في هذه البيوت، والمفقود الأعظم وجودك، عشان كده تيجي بجودك ووجودك يا رب ويرى حضورك. فلما تيجي أنت يا سيد الأرض كلها، كل قوة للعدو تتزاح، كل احتياجات نفسية جسدية روحية تتسدد، كل يا رب احنا جايين واحنا ما عندناش ثقة غير في شخصك الكريم، ما عندناش وعد غير يسوع الإله الحي اللي يوفي، ما عندناش رجاء غير في شخصك، جايين يا رب واثقين في وعدك، ماسكين بكلمتك على البيوت انك تداوي امتى، تداوي امتى، تسترد امتى، استرداد يا رب، مش مجرد مشاعر ولا عواطف جايبانا في هذه الحلقة، لكن مجرد على حساب الكلمة والوعد، ادعوني فأجيبك بعظائم وعوائص لم تعرفها. وإحنا بندعوك في هذه الحلقة يا رب، بندعوك في هذه الحلقة إن استرداد يا رب، استرداد باسم الرب يسوع لبيوت كتيرة يا رب. يا رب أنا واثق، أنا واثق إن اليوم أنت تسترد هؤلاء البيوت، اليوم تسترجع حضورك في هذه البيوت، اليوم يقتنس من يد العدو ما دبروا ورتبوا على هذه البيوت. أنا بعظمك، أنا بباركك، لأن المجد على قدك أنت. إحنا ما إلا معاينين مجدك في هذه الحلقة. أنا بعظمك وأباركك لأن في اختراقات وصلت يا رب، حتى لو كنت أنا المصلي حقير مصدرة، لكن أعظمك لأنك تتمجد بصورة غير عادية، أعظمك لأنك ستصنع العجب وعجب العجاب يا رب، وتستخدم هذه الحلقة بسلطان سماوي. اخترق اخترق، لأن مجد الرب أراد أن يظهره. أنا بشكرك وأعظمك سيد المسيح، لأن في مجد إلهي، في عظمة إلهية، مش بنسكن ضمائر لكن بنعلن السيد، بنعلن شخصه الكريم المبارك. إن كانت الأيام دي فيها زيف، لكن في وسط زيف في حقيقة، في اسم ربنا يسوع المسيح اللي مات وقام من بين الأموات، اللي جالس عن يمين الأب في العظمة، متمجد متمجد وصانع آيات وعجائب، وما زال يعمل بقوة، وده اللي هتوصل له الأصل.
ينصر ويسترد المفقود لأجل اسم ربنا يسوع المسيح. أعظمك 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 لأن العظمة لجلالك وحدك. آلهة الأمم أصنام، محدش عنده شفاء ولا تلاؤم للجروح إلا شخصك، محدش عنده قوة للغفران إلا شخصك. وإنت هتتمجد بقوة غير عادية لأنك إنت الإله القدير الملجأ. من تعلق بيك نجيت ورفعت وأعطيت قوة وسلطان. أنا بشكرك بعظمك سيد المسيح لأجل حضورك علينا في هذه الجلسة ولأجل مجدك وعمل نعمتك في اسم الرب يسوع. آمين 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 آمين. أنا صابر ليك ومستنيك ورجائي وآمالي حاطتهم فيك، لا مش في الناس ولا في المال ولا في القدرة ولا في القوة، أنا عيني عليك وانتظاري وحدك يا حبيبي، اتكالي عليك وحدك تنصرني وترفع راسي وتحفظ حقي، ده انت خلاصي وترفع راسي وتحفظ حقي، ده انت خلاصي. امين امين. الرب خلاصنا، الرب قوتنا، الرب نصرتنا. امين امين. في صلاة لأجل أمور صحية يا أخي ميل، أخونا يوسف رفعت جاب لنا أختنا مارينا موريس، أختنا مريم سعيد فادية، أخت فادية طالبة شفاء لحفيدها، أبو أشرف وأبنوب بيعانوا من ظروف في الظهر، أم ريمون روحيين، بسمة بسمة نجل كانسر، عماد حلمي، منى بطرس، ناهد شمعون، جون مدحت، ميرنا أميل، منى أشرف، روز بيتر، نورة باسم منصور طلبة تحرير لجوزها وشفا، سميرة شاية، نادية خليل، سهير موريس، الراعي الأمين سلام أمين. يطلبوا شفا لبطاقة طفل، هناء فرج، ناصر عياد، إيفا أيوب، نجوى ماجد، وناس تانية طالبة شفا من كانسر، أخت فادية من العراق، كيمبورا ريفيز ريفيرز طالبة أن الرب يمد إيده من أجل أنهار. أنا إيميليا مشيد وكميلة فهيم. يعني ممكن أنا أكون بفتح عن أي وأذكر الأسماء ونصلي كده ممكن؟ تفضل تفضل، عشان احنا عندنا اخر مرحله بعد كده. أيوة. الصلاه الروحيه. فانت يا رب بنصلي من اجل كيفن. ايوه وبنصلي. أيوة. من اجل كريس، وبنصلي من اجل مريم، والصداع والمشاكل الصحيه اللي في المعده والقلب تتنازل يا رب. صلي لاجل حفيد اختنا فاديه، وبنصلي لاجل من يعاني بالغضروف تتنازل اليه بقوه تشفي وتلمس. نصلي من أجل شفاء أم ريمون، نصلي من أجل شفاء
زوج أختنا بسمة من الكانسر باسم المسيح يسوع تتنازل إليه بلمسة قوية عظيمة يا رب. نصلي لأجل أخونا عماد وشفائه. نصلي من أجل أختنا مونة تتنازل إليها في أمر لأجل ابنها والأمر العملية. نصلي من أجل أخونا جون ابنه يا رب وتعبه الخاص بالبنكرياس. أنت إله الجهاز الهضمي كله، تقدر تتنازل بتنازل سماوي عجيب يا رب. صلي من أجل ميرنا والدها يا رب الشفاء من الكانسر في المخ. مد إيدك لي يا رب، اعفو عنه، تحامي فتنقذ وتعفو فتنجي. صلي من أجل منى، صلي من أجل أختنا روزا، من أجل زوجها والشفاء من مشكلة الأعصاب. صلي من أجل أختنا سميرة يا رب، تتنازل في موضوع السمع والنطق ده باسم المسيح يسوع. اتنازل وتنازل بقوة يا رب. صلي من أجل أختنا نورة، من أجل والدها شفاء وتحرير. صلي من أجل أختنا سهير، شفاء لأجل أختها وسبب الجلطة. نازل يا رب، نازل يا رب. صلي من أجل أخونا رزق والشفاء من السرطان باسم المسيح يسوع. اتنازل الشاب ده اللي مر بالحادث وعنده نزيف في المخ، وصلوا انت يا رب، وصلوا انت يا رب، وصلوا بيد قوية وزراعة ممدودة يا رب باسم المسيح يسوع. سمعنا الخبر السماوي انك قدرت وصنعت. نصلي لأجل تحاليل ماريا تكون تحاليل سماوية يا رب مطمئنة باسم المسيح يسوع. صلي من أجل أختنا فادية، أختنا العراقية اللي عايشة في أستراليا، تنزل إليها والأولادها والبناتها من أجل خلاصهم. صلي من أجل أختنا مريم أرنست ومشاكل الرحم، تتنزل إليها يا رب. يا رب كل الأسماء دي، يا رب كل الأسماء دي، كل الأسماء دي، كل الأسماء دي. من داية أخونا باسم قال لك آلهة الأمم أصنام، وإحنا ما عندناش إله يسمع ويرى ويصنع إلا أنت يا رب. فتنازل لكل الأسماء دي، نازل لمن لديه السرطان، من لديه الحادث، من لديه أمراض في الأعصاب أو في العظام. اتنازل يا رب، اتنازل للتحاليل، اتنازل يا رب، اتنازل يا رب. احنا مستنيين الآيات والعجائب اللي سمعنا بيها وشفنا منها في الاختبارات. ليه ما يتمش واحنا بنصلي الآن؟ كم من الاختبارات السماوية، ولتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، ليعجز كل مرض وصوته وطبيعته قدامك، لتعلو يدك فوق كل مريض عافيا مبرئا يا رب. الناس لما بعتت الطلبات لا تثق في أخ باسم ولا أنا ولا بيتا، لكن تثق فيك أنت، مستنينك أنت، عايزين يشوفوك انت. فاسمح لي يا سيدي، اتنازل انت، وري قدرة يدك انت يا رب، لتكن الايام اللي جاية، الاسبوع اللي جاي ده، عداد يعد اختبارات سماوية عن قدرة يدك الشافية. واسر تكتب، واسر تقول، واسر تبشر، قد ظهرت يمين المسيح المبرئ باسم المسيح ولك كل التعظيم. اختنا اختناهت فوزي، احنا انا هجري عشان
باقي وقت قريب. آه. اخت ناهد فوزي بعتت لي لما فتحت التليفون قالت ان نتيجة ثانوية عامة الحدث لأول مرة بتتسحب. النتيجة ثانوية عامة ايه؟ بتتسحب. اه. من الموقع بعد اعلانها حدث لأول مرة في مصر. نتيجة ثانوية عامة بتنسحب من الموقع بعد اعلانها والدرجات. واعلانها تتعدل والترتيب بيتلخبط والتنسيب بيتوقف عشان التعديل. امين. ودي اول مره ما يغيرش حتى لو حصل كده ما يغيرش. أيوة. في الجوهر اللي احنا بنقوله. بس احنا الجوهر اللي احنا اعلنا فيه احنا نكون في مشيئه الرب. بمشيئه الرب. والجوهر اني نسبتي وقيمتي من الثانويه عامه سواء كانت كبيره او قليله. فانا عايز اخد عيون الناس بعيد خالص عن الثانويه عامه. مش هي دي المحطه اللي القلب هيرسى عليها. لكن المحطه اللي القلب هيرسى عليها خلاص نفسي بدم المسيح. اتنين وضع ثقه ان هو ينجحني في كل الدوائر الثانيه. امين. امين. اخويا ساهر الرب قاد وبعت لنا طلبات صلاه مارينا ربنا يديها ناس لانها دكتوره وقال مستحيل ان يحصل. الدكتوره قالت مستحيل يحصل حمل. صلاه من اجل الشفاء لامي مارينا. مارينا الدكتور قال لها مش هينفع حمل. امين. وبنت أمين. عمها جت لقى جلطه على المخ ربنا يلمسها. اه. وواحدة زوجها محبوس في الكويت وبقاله شهرين وما يعرفوش عنه ايه المصير. واحدة تانية أجلوا خطبتها عشان هياخدوا عينة من الرئة. واحدة تانية طلبوا رايحين بكرة ياخدوا عينة من الرئة. دول هم أسامة إني زي الرب جمعنا بالحب قادر يجمعنا رباط مقدس من أجل الصلاة. ابنه عندهم حد مدمن مخدرات. امين. امين. وهنصلي من اجل ايمان. آه. ايمان درونكا الرب يتنزل اليها بنوته جميله. ايمان يتنزل الرب اليها بالشفاء. وكميله فهيم فهم من اجل اولادها يشفوا باسم يسوع. واحنا بنذكر الاسماء يا اخي باسم احنا بنصلي حتى لو ما غمضناش عينينا لان احنا جو الحلقه اله يسمع الصلاه. يسمع ويستجيب. أمين. مش بيسمع بس. حاضر. بيسمع ويستجيب. طيب. جماعة عندنا من الطلبات اللي جمعها الرب ليوسف قدامه أخت ماجدة طلبة صلاة روحية وخدمية. إن الرب يلمس قلب ابنها مشيل ويفك قيوده. أمين. يبقى دي الدايرة الخدمية والدايرة الروحية. وصباح فايز الرب يخلص نفس ابنها. شامو مون محتاجه صلاه لاجل حياه روحيه. طب ما تيجي نصليها مع بعض. يعني تعال نطلع الاسماء كده. طيب. ونقولهم قدام الرب. اتفضل صلي واحنا لا واحنا معاك يا الله. اتفضل. مجد الرب يلمس ابنها ميشيل باسم المسيح يسوع. اختنا صباح رب يخلص نفس ابنها. وشامو رب يتعامل مع حياته باسم المسيح يسوع او يتعامل مع حياتها عفوا. كارولين شفاء لأجل كورولوس عادل. ولينا صلاة من أجل أخت ذهبت لخارج المسيحية رب يعود بيها باسم المسيح يسوع. استرد يا رب. باسم المسيح يسوع. أبانوب محتاج صلاة من أجل الامتلاء من الروح القدس يديله الرب ويفيض عليه. أخونا حنا الرب يفتح له باب للكرازة تنازل يا رب لأخونا حنا بيد قوية وزراعة ممدودة. أختنا نادية عايزة قوة تحرير لمينا باسم المسيح يسوع. اتنازل لمينا بقوة تحرير سماوية يا رب. أم كرولوس صلاة من أجل أولادها وأحفادها. اديها شوق قلبها يا رب ولترى أولادها وأحفادها في حزمة الحياة الأبدية. في اللي طالبين معجزات من الرب. مش ممكن ده يكون زمن معجزات يا اخي باسم والرب يتنازل؟ ده اكيد. هو الرب هو امس واليوم والابد. مشغول بايه في الترنيم يا اخي باسم؟ مشغول بقوة حضورك حسب وعودك فرح تطيب به القلوب.
ونرى معجزات في الأسر والأولاد والبنات. آمين 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 آمين. قوة حضورك حسب وعودك، فرح تطيب به القلوب، إيماننا فيك شفانا بيك، نؤمن بوعدك المكتوب. قوة حضورك حسب وعودك، فرح تطيب به القلوب، إيماننا فيك شفانا بيك، نؤمن بوعدك المكتوب. أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا. نعلن شفانا بمن أتانا وقد فدانا بنعمته، قوة صليبه قوة جراحه، يسوع شفانا بجلدته. نعلن شفانا بمن أتانا وقد فدانا بنعمته، قوة صليبه قوة جراحه، يسوع شفانا بجلدته. أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا. يا رب أنت شفانا. هللويا. قوة حضورك أنت. إحنا هللويا. مش شحتين الشفاء. أيوة. ولا شحتين المعجزات، لكن أيوة. ده هو أنت الشفاء، وأنت المقتدر بالفعل، أنت اللي صانع العجائب وحدك. هللويا. أنت اللي كنت تقول تشفي. أيوة. أنت ما زلت تعمل هذا العمل، لأنك أنت أمس واليوم والأبد. عشان كده يا رب بنلزمك انك تيجي من جديد يا رب، يا رب. برياح سماوية شافية يا رب. يا رب البركة ما فيش الملاك يحركها. أيوة. لكن في شخصك يجي يقول المفلوج قوم. أيوة. اشفى، قوم احمل سريرك. شكرا. للمريض الكانسر، لمهدم البيوت. شكرا. يجي يقول تتلائم الجروح. أيوة. انت هو، انت هو. عشان كده رب طلب بينك بإصرار يا رب إنك تعلن مشيئتك ولتأتي بالآيات والعجائب يا رب في الأيام اللي جاية. إن كان عدو الخير بيحاول يوجد كتامة، بيحاول يا رب إن يبين الصورة كتمة، لكن بنشكرك بنعظمك لأنك إلهنا الحي، تأتي بمجد غير عادي وتشمر عن ذراعك وتصنع العجائب. عجب وعجب العجاب لأجل اسمك سيد المسيح. احنا واثقين فيك يا رب، واثقين فيك. والناس اللي بعتت الصلوات ديت وعايزة تتحرر وعايزة نقلات روحية، انت قادر انك تعملها بكل قوة، بكل قوة. ايسترجع المفقود، يسترجع بكل قوة، ولا يفقد كبير أو صغير. أيوة يا رب. لا يفقد كبير ولا صغير يا رب. ده كلامك لكل مشاهد. أيوة. وثق في شخصك. أيوة. لا يفقد، يسترد الكل لأجل الرب. كصحة تسترد، كبيوت تسترد، يا رب يا رب. كنفوس تحطمت تسترد. أيوة. في استرداد، في استرداد، لأن اسم الرب يسوع فيه كل الكفاية. هللويا. اسم الرب يسوع فيه كل الغلبة والنصرة. هللويا. أشكرك وأعظمك لأنك صنعت العجب لأجل هللويا. اسمك سيد المسيح. آمين 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 آمين. نشكر رب لأجل الحلقة، نشكر رب لأجل الصلوات اللي رب قد فيها أخويا إيميل، نشكر رب لأن واثقين إن الصلوات وصلت أكيد ونالت. أكيد.
من نفوس كتيرة وافتقاد كبير لملكوت الرب. شكر رب لأجل أخويا بيتر والتسبيحات اللي الرب قاده فيها وانتعشنا في الروح والروح خدنا لأمور خاصة. على وعد جديد انتقلنا الرب في مجيئه يعود فيحيينا كل اثنين من 5 لـ7 من جمعية بني سويف على الكرمة، وصفحة جديدة يوم كل يوم 3 من 5 لـ7 على الكرمة من جمعية بني سويف. نشكر الرب لأجل الحلقة المميزة والانتعاش الروحية. عشان كده وإحنا بننهي الحلقة بننهي بتسبيحات للسيد، وأخويا بيتر يقودنا في التسبيحات وإحنا نسبح معاه وشعب الرب اللي على القناة يسبح معانا في اسم يسوع. أنا مطمن وأنا وياه، أصله ناشني على كفي، أمشي فخور وأنا ماشي معاه زي الطفل في إيد والدي. أنا مطمن وأنا وياه، أصله ناقشني على كفي، أمشي فخور وأنا ماشي معاه زي الطفل في إيد والدي. أصلي أبويا هو إلهي، هو صنعني وهو فداني، إزاي بعد ما جه نجاني أنسى وأقول إنه بينساني. أصلي أبويا هو إلهي، هو صنعني وهو فداني، إزاي بعد ما جه نجاني أنسى وأقول إنه بينساني. أمشي ورفرف أنا بجناحي من فرحتي إني ابن يسوع، يوم عن يوم بتزيد أفراحي مهما قابلت عطش أو جوع. أمشي ورفرف أنا بجناحي من فرحتي إني ابن يسوع، يوم عن يوم بتزيد أفراحي مهما قابلت عطش أو جوع. أصلي أبويا هو إلهي، هو صنعني وهو فداني، إزاي بعد ما جي ونجاني أنسى وأقول إنه بإنساني. أصلي أبويا هو إلهي، هو صنعني وهو فداني، إزاي بعد ما جه نجاني أنسى وأقول إنه بإنساني. أنت يا ربي كل سلامي، أنت الراحة لكل جري، لحظة بلحظة رأيت أيامي مش متروكة العصف الريح. انت يا ربي كل سلامي، انت الراحة لكل جريح، لحظة بلحظة رأيت أيامي مش متروكة العصف الريح. أصلي أبويا هو إلهي، هو صنعني وهو فداني، إزاي بعد ما جه نجاني أنسى وأقول إنه بينساني. أصلي أبويا هو إلهي، هو صنعني وهو فداني، إزاي بعد ما جه نجاني أنسى وأقول إنه بينساني.